هنيئا لفريق الوداد بالمرور ديالو الى الدور الموالي، هنيئا لجميع مكونات النادي اللي عنده خبره وتجربه في الكاس الغاليه على جميع المغاربه. كنا نتمنيو النفس، حنا الفريق ديالنا في الوقت الاصلي وفي الوقت الاضافي المحتسب اللي هو 6 دقائق انتصرنا، يعني طولا وعرضا خلقنا فرص كثيره للتسجيل. السلطة التقديرية للحكم الرداد ومساعده كان لهم رأي آخر، لن أخوض في هذا السجال العقيم الذي يتكرر كل مرة، لكن بما أنهم مكون من مكونات الكرة المغربية أظن أنهم قراراتهم كانت حاسمة في هذه المباراة. فخور باللاعبين بأدائهم بالحماس، مدينة طنجة يجب أن تفتخر بهذا الفريق التي لعب بهذا الروح بهذا الانضباط. أظن بأنه كان ارتياح كبير وسط مستودع الملابس عند المسؤولين ديالنا. بالمناسبة السيد الرئيس، يعني رغم الإقصاء يعني عطى واحد المنحة تحفيزية للاعبين، الأداء ديالهم الرجولي كنا متخوفين يعني من كنا بغينا نأخذ المقابلة يعني بلوتو مبكرا وذلك ما حصل، لكن أشياء أخرى تدخلت في هذا باش لحقناش. كنا تابعنا مباراة السي بوان مع خريبكا، ماتش يعني منعرش حاسم، لكن يعني بالرجوع الى المباراه اظن بانه سجلنا بشكل مبكر. فريق الوداد عجز عن ايجاد الحلول، اعتمد بالاساس على الكرات الطويله من الاطراف او بشكل مباشر. احنا كان عندنا انفراد امام المرمى، كان بامكاننا باش نحسموا النتيجه مبكرا تكون 3-0، لكن التعامل لم يكن بالشيء المطلوب. كذلك في الشوط الثاني وفي السيناريو حتى حدث ما حدث، ضمن لو كنا لعبنا مع الوداد يعني في العشر الايام الاخيره في رمضان ما يسجلوش علينا، هذا زعما باسكو نافي با دو سوليسيون. كنا اون ايتي بيان اورغانيزي، انتشارنا الدفاعي كان محكم، غلقنا عليهم الممرات. اظن بانه التغييرات كذلك اللي قمنا بها كانت في محلها وفي وقتها. فخور باللاعبين، تنشكرهم من المنبر ديالكم، وفوالا دومان اون فا سونتريني كوم دابيتود. نعتذر للانصار، تنطلبهم تنشكرهم على الحضور، نطلبهم كذلك مره اخرى باش يحضروا بشكل مكثف. سنستقبل مرتين داخل الدار، ما عندناش هامش ديال الخطا، 6/6 خص، هذا هو الشعار ديالنا، 6 على 6 نقاط فوالا. وتستمر الكره في الدوران، وحنا غادي نبقاو متشبتين بالامل جوسكو بو.